أعود لأتحدث عن الوثائق التاريخية التي كانت تحمل بصريح العبارة، أقصد المعاهدات الدولية ما بين المملكة المغربية والدول الأوروبية في القرن 19 و20 التي تحمل أنه المنطقة الواقعة جنوب وادي نون كلها مستقلة تماما على المغرب، وتكرر هذا الخطاب ليس لسنوات في المعاهدات بل لقرون، من 1767 وسلاطين مراكش يكتبون في معاهداتهم أن المنطقة هذه حرة كليا ولا تخضع لهم. وعلى سبيل المثال اتفاقيات مع أمريكا مثل معاهدتي 1787 و1836 مذكور فيها أن منطقة الصحراء لا تتبع لهم، ومعاهدات أخرى مع فرنسا مثل 1763 و1886 مذكور فيها أيضا أن منطقة الصحراء لا تتبع لهم، فضلا على الوثائق المتعلقة بالأرشيف المغربي البريطاني ولا الإيطالي ولا الإسباني بالأخص، وبلدان كثيرة كلها تذكر فيها تلك المعاهدات أن تلك المنطقة لا تخضع. بالإضافة إلى الجانب الآخر، المعاهدات التي وقعها الصحراويين مع الطرف الإسباني وقعوا بشكل مستقل على غرار معاهدات مع أولاد سباع والرقيبات وابن زروق وولاد دليم وولاد بوصبع وولاد سيدي محمد وولاد العروسي، وتقريبا كل القبائل الصحراوية لدينا في الأرشيف معاهدات مستقلة وقعتها مع الجانب الإسباني أثناء فترة التواجد الإسباني. أليست معاهداتهم تلك حق تضمن لهم حق من حقوق تقرير مصيرهم اليوم سيد الرئيس في الوقت الذي I thank Mr. Dumir, your time is...